شكرا وتحية لجميع المشاهدات ومشاهدي شوف تيفي. صافا الحمد لله كلشي بخير. طبيعة الحال كاين اختلاف لان كتعرف يعني تقريبا نهار على نهار كيتبدلوا بعض الحوايج عاد تقريبا دابا من الثمانينات التسعينات للان في جميع ديال الاشياء اللي تغيرات من بينها هو الحضور الجماهيري اللي كان دائما كانت الجماهير دائما غفيره غير هو الفرق اللي كان انا ذاك هو ان الجماهير كانت كتكون مخلطه يعني كتمشي للملعب يعني بحال في واحد الجو عائلي لان رجاويين ولا وداديين كيكونوا مختلطين سجلات الرجاء يعني كيفرحوا الرجاويين سجلوا الوداديين كيفرحوا الوداديين وكان ديك ديال الدعابه والضحك بيناتهم يعني كيف كنقولوا بالدارجه داك الشدان بيناتهم ولكن شدان ايجابي يعني في نطاق الاحترام وفي نطاق الاخوه يعني كانوا كيمشيو كعائله ملي كتنتهي المباراه يعني كيرجعوا بحالهم للمنازل ديالهم لعند الاسر ديالهم. الان يعني تختلف لان الجماهير الان وليت كتشوف كيف كنقولوا جماهير الرجاء في المكانه الجماهير ديال الوداد في ريميجا وبالالوان ديال الفريقين غير هو للاسف الشديد بعض المرات اللي كنا كنشوفوا كيوقع الشغب خصوصا الان كاين هادشي ديال الانترنت الفيسبوك وحتى يعني اشياء اللي اثرت بعض الشيء على الديربو اللي كيخلي الشباب لان البعض اللي كان كيتجه في نطاق الشغب لهذا كيضرب يعني بالديربي وبالصوره ديال الديربي لان كنعرفوا الديربي يعني من احسن الديربيات في العالم تقريبا بين العشر الاوائل خصوصا الان طبيعة الحال اللي تيفولي ولو كيداروا دابا يعني داك الشيء هائل ورائع لان الكل ولا كيتبعنا كاين اللي ما كرهش يشري هاد الجماهير هادي ويرحل لبلادو وهذا وقع في الدول العربيه لان دات من هنايا يعني جوج ديال المشجعين من دوك لي الكابو ديال الفراقي اللي داو من تما يعني هنا كيخليك تحس بان الديربي يعني اللي في المستوى غير هو مؤخرا اللي كنلاحظوا هاد السنين الاخيره هو الديربي يعني ما كتلقاش داك يعني الايقاع تغير بطبيعه الحال وليت كتشوف على الناس كتشوف كتفرج في لي تيفو في المدرجات في الاغاني ديال الجماهير يعني والمستوى ديال المباراه كيكون ضعيف يعني ما غاديش مع الاجواء ديال التشجيعات ديال الجماهير يعني من الاشياء اللي تغيرت يعني بين ذاك هذاك الوقت وهذا الوقت والذكرى لان كتعرف الديربي خصوصا بطبيعة الحال كقلب هجوم لان دائما كنبغي نسجل في الديربي بون كقلب هجوم كنبغي نسجل في مباريات كامله غير هو الديربي كيبقى خاص لان الجماهير كتكون تعطشه كتبغي تفوز في هذيك المباراه يعني وكان كيساعدني الحظ وسجلت فيه ماشي مره ماشي جوج يعني هذه كتبقى ذكريات ولكن يعني المباراه كيكون فيها الحماس كتكون فيها القوه كيكون فيها هذيك الروح القتاليه يعني كل فريق كيبغي يفوز في هذيك المقابله ولكن من بعد نهايه المباراه يعني كترجع لان رغم ذلك فكنلقاو اصدقاء واخوه بون الوداد حاليا كتعرف بانه هذه المره السادسه على التوالي لان اللي كتاهل ربع النهائي الان الجماهير الوداديه ما بقاتش كتنتظر يعني تدوز المجموعات الجماهير الوداديه الان كتشوف دائما تلعب باش تلعب النهايه كتلعب على اللقب لان حتى الكارد فينال ولا الدمي فينال يعني ما بقاش داخلين لهم ولا عندهم عادي ولفوا على هادشي دونك ملي ولفوا الجماهير على هادشي ولا صعيب ولا كيشوفوا دائما النهايه بطبيعه الحال الوداد اللي حسمات التاهل ديال الكارد فينال يعني مبكرا يعني في 12 نقطه دارت 10 ديال النقط فهذه يعني نتيجه مهمه بزاف بالنسبه وايجابيه خارج الميدان ثلاثه انتصارات متتاليه بطبيعه الحال فهذا كيشرف الوداد لهذا كنظن بان الوداد ماشي غير كيتصدر الان البطوله بمباراه ناقصه يعني هذه كلها عوامل خصوصا من الناحيه الذهنيه اللاعبين
يعني كيقوموا الا بالواجب ديالهم، لان حتى من كنظر من المنح اللي مؤخرا يعني تقال بان رئيس سعد ناصري بانه عطى المنح لجميع اللاعبين، كطبيعي الحال لان هذا الشيء اللي كنبغيو ماشي غير الوداد، جميع الفرق ولا اللاعبين يتوصلوا بالمنح ديالهم في الوقت ديالو. بالنسبه لهذا كله عوامل مهمه في الظرفيه هذه للاعبي فريق الوداد، لان الان جميع الظروف موفره لهم، الان الجمهور كينتظر الا ان النتيجه، ومعلوم الا يحققوا نتائج ايجابيه بالنسبه للجماهير، لان رغم ما كتحضرش في الميادين فهي كتتبع في وسائل التواصل اللي دائما كل نهار كتتبع الفريق ديالها. فلهذا كنظن بان الوداد يعني لاعبي الوداد يعني دينين كنظن بانهم يعني موجودين للمقابله ديال يوم الاحد ان شاء الله. حنا كنعرفوا كيف كنعرفوا البنزرتي، البنزرتي ما كيغيرش التشكيله، لان البنزرتي تقريبا عنده واحد 14 15 لاعب اللي كيعتمد عليها. بعد الرجوع ديالو يعني الانطلاقه ديال الوداد كانت تقريبا بنفس العناصر اللي كانت معاه من قبل اللي اعتمد عليها. دابا الان ولينا كنشاهدوا مصوفا، ولينا كنشافوا الرجوع ديال اوناجم اللافي اللي تا هو يعني تاقلم بسرعه مع مع الفريق. لهذا كنشوفوا يعني تقريبا جميع المباريات صعيب باش البنزرتي يدير شي تغيير، لان ولات تقريبا الفريق ولا معروف. الا ما كانش مصوفا تقريبا كنلعبوا ديما مصوفا الكعبي اوناجم ولا لافي الحسوني كرتي السعيدي جبران تقريبا داري ابو الفتح عطيه الله التقناوتي تقريبا هاد العناصر يعني معروفه. نزيدوا على المترجي حتى هو كذلك يعني تقريبا واحد 14 15 لعاب هي دائما هي اللي كتلعب دائما عنده تشكيله مستقره. فلهذا كنظن غيعتمد على نفس التشكيله، ما غاديش يكون لك شي تغيير ما عدا الا كان شي بليسور. اما كنظن بان تقريبا التشكيله اللي ذكرت هي اللي غادي تكون خصوصا في الهجوم، كنظن ما يكون اوناجم الكعبي واللافي هادو الخط الهجومي، اما الباقي كنظن تقريبا نفس العناصر. بطبيعه الحال لان كنشوفوا القناص الكعبي لان الان تعاودتني يعني تفتحت له الشاي مره اخرى، لانه كيخلق العديد من الفرص. بعدا لما كيكون عندك يعني كنتكلم بحكم التجربه، ملي كيكون عندك مهاجم اللي كيخلق فرص فهو مهم بزاف، وثانيا كيستغلها يعني. فهذا هو هذا هو القناص، وكذلك العمل اللي كيدير داخل في الهجوم اللي كيخلق متاعب المدافعين يعني، فبامكانه يسجل. لان يعني الوداد الان الخط الهجومي ديالو اي واحد يمكن له يسجل، زياده على الحسوني على الكرتي امام على السعيدي يعني بالضربات الراسيه ولا جبران يعني تقريبا من ناحيه الهجوم انا ولا من ناحيه الاهداف انا كنشوف بان الوداد بامكانه يوم الاحد يسجل اهداف على الرجاء. وبطبيعه الحال لان وسط الميدان اللي كيعتمد عليه البنزرتي دائما السعيدي جبران الكرتي اذا ما بعض المرات ما كيكون المدن جبران الكرتي، اذا حتى جبران يعني لعب بعض المقابلات، لان البنزرتي كيوجد يعني باش يكون خلاف فيما يكون عنده شي نقص في وسط الميدان ولا شي تغيير، الا كيكون المدن يا يعني اما كيبدا كرسمي ولا كاحتياطي. من ناحيه الميليو بعد كنقولوا نتكلموا على الكرتي، يعني الكرتي بعض المرات اما الكرتي اما حسوني يا يعني اما الا دخل مصوفا يقدر لافي حتى هو يلعب في مكان الكرتي. هنا كيبان لك بان وسط الميدان يعني في حلول كيدور، وهذا الشيء يعني بلا ما نتكلموا على العناصر الاخرى اللي باقي الان لحد الان ما شاركاتش. كنظن ككركاش كصرخات يعني واحد ثلاثه ولا اربعه لاعبين اللي تا هما في وسط الميدان، كيبقى دائما يعني وسط الميدان ديال فريق الوداد من اقوى يعني اللي بوجود هنا في عندنا في المغرب. بطبيعه الحال في لا تشامبيونز ليغ الوداد صفر اربعه ديال المباريات سجلت سبعه ديال الاهداف وتسجل على زيرو هدف، يعني هذه مهمه بالنسبه للفريق من ناحيه الاستاتيستيك، فهي مهمه بزاف خصوصا في لا تشامبيونز ليغ. هنا كيبان لك يعني من غير التكناوتي كيبان لك المنظومه الدفاعيه ديال الوداد، ماشي غير
هذاك الخط الدفاعي، يعني كنهضر على المنظومه كامله، ولكن رغم ذلك كنشوف بان مازال الوداد كيخصها تشتغل على هذه النقطه هذه ديال المنظومه الدفاعيه، لان كنشوفوا في يعني في البطوله كيتسجلوا على الوداد شي اهداف اللي بشي اخطاء اللي ما خصهاش توقع، وكنلاحظوا القلق ديال البنزرتي بعض المرات ملي كيتسجل شي هدف ف كيتقلق بزاف، وكنظن بانه كيشتغل على هذه النقطه هذه. وكان الفريق رجاء لان كيف قلتي كاين المشاكل اللي الكل عارفها، المشاكل الماديه، كاين انتقادات بالنسبه للمدرب السلامي بداك لو تورنوفر اللي كيدير، ولكن رغم ذلك فالسلامي راه فاز بطوله، كاين الان في نهايه كاس العرب، في الصف الاول مع فريق الوداد فيما كيخص البطوله، رغم ان الوداد عندها ماتش ناقص هي على هذيك كبنا، رغم ذلك فالسلامي يعني من خدا الفريق فهادشي اللي دار فهو ايجابي. الجمهور كتعاتب السلامي على داك التورنوفر اللي كيدار بزاف كل مباراه بتشكيله جديده، هادو بعض الاشياء اللي خلات الجمهور مقلق على الفريق ديالو. كنظن بان مؤخرا الرجاء خصوصا في هذه المباراه الاخيره ضد نكانا اللي رجع بانتصار ثمين، لان الان عنده جوج مباريات يعني سته ديال النقاط، هنا عطى واحد الارتياح بالنسبه للفريق الرجاء، شفنا بعض العناصر واللي كيزيد خلى الرجاء يعني في الجمهور كيعاتب هو يعني نقص المستوى ديال بعض اللاعبين، مثلا رحيمي اللي الكل كينتظر منه يعني من بعد الرجوع ديال منشان بانه ولا غادي يحمل الفريق الامام، حصل له العكس، كنظن يا اما العياء يا اما يمكن كنظن شي ولا اشياء اخرى، ولكن كنظن بان ضد كان يعني بداو كيرجعوا المستوى ديالهم، ولكن وما نساوش بان رغم ذلك راه اللاعبين اللي عند رجاء مثل الرحيمي، حفيظي، مولونغو، بن حالي، بيتولي اللي يلا رجع من واحد لابليسيور، بيلو التيران، العرجون، الوردي، لان تا هما لاعبين يعني في المستوى. كنظن بان الرجاء كذلك هو يوم الاحد غادي يعتمد على التشكيله هذيك، بغى يخرج منها. كنظن بان نفس وسط الميدان، نفس خط الهجوم، وكنظن نفس الدفاع، لان ما يمكنش في هذه المباراه هذه السلامي غادي، كنظن الفريق اللي يلعب ضد كان هو اللي غادي يلعب ضد فريق الوداد، ما عدا الا كان شي كيف كنقول دائما شي بليسير ولا هذا هو اللي يمكن يخليه يكون شي تغيير. الحارس الزنيتي التالق ديالو ماشي عارف هذه المباراه هذه، فالزنيتي كان ليه الفضل الكبير الفوز الرجاء بالبطوله، لان في بعض اللقاءات الاخيره خصوصا يعني بعض الكرات خصوصا اللي كيكونوا في الدقه الاخيره وزنيتي اللي كيعتقل المرمى ديالو، هنا في كنقولوا بان حارس المرمى بالنسبه للفرق حارس المرمى مهم، الحارس المرمى مهم بزاف، لان حتى هو ملي كيعطيك واحد 16 نقطه 17 نقطه في الموسم تقريبا راك غتكون دائما في الصفوف الاولى الا بامكانك تفوز بالبطوله ولا بشي لقب. فلهذا انا كنظن يعني رغم هذا الشيء كله كنظن بان الديربي كيبقى دائما ديربي، لان رغم اي فريق يكون هو الاول، رغم اي فريق يكون يعني في واحد العطاء يعني كيف كنقولوا كيكون اون فورم ولا كلشي، ولكن اليوم الديربي الامور كلها كتبقى جانبا، لان كيوليو حسابات اخرى في الديربي، واي فريق كيبغي يخرج منتصر. فلهذا كنظن رغم ذلك الديربي يقدر يتحسم بعض الجزئيات صغار، ونتمناو هو اللي نتمناو نشوفوا مباراه في المستوى، وما نشوفوش ديربي بحال المباراه الاخيره اللي كانت يعني كانت مباراه ممله. ديربي بدون جمهور يعني حتى هو ما كيعطيش ديك المباراه النكهه ديالها، ولكن كنلاحظوا مباريات في اوروبا مثلا بدون جمهور ولكن كتلقى الحماس، كتلقى الايقاع يعني طالع بزاف، فكنظن حنا هنا يكون الايقاع طالع ونشوفوا مباراه ديربي في المستوى. وتوقعي بطبيعه الحال كودادي باغي الوداد تنتصر في هذا اللقاء هذا.
لان مهم غيكون مهم بالنسبه للوداد الانتصار، لان مازال عنده مباراه ناقصه يعني مقاد مع الرجاء، الى انتصر فيها وانتصر الى انتصر على الرجاء وانتصر في المباراه اللي بقى عليه فكان غيكون غيفرق شاسع بينه وبين بعض الشيء بينه وبين الرجاء. بطبيعه الحال يعني هو كيف قلت لك الوداد خصو يزيد يتحسن فهمتيني، خصوصا من ناحيه المنظومه الدفاعيه اللي كيبقى بعض المرات كيكون بعض الخلل، لان الودادي الان مابقاش كيشوف الوداد في دور المجموعات، الودادي الان كيشوف الوداد في النهايه باش تفوز باللقب. وبطبيعه الحال هادشي كوداديين هادشي اللي بغينا، لان ولفونا عليه ونتمنوا يفوزوا بهذا الكاس الغاليه الوداد راه العائله الثانيه ديالي، لان العائله ديالنا كلها وداديه، تزاديت ودادي لعبت في الوداد يعني اللي كيفاش كيف غادي نعبر لك، الوداد في القلب هذا بامكان يقول وكودادي ولا هذا كنبغي الوداد يعني تفوز بجميع الالقاب لان ودادي الغالب الله كتبقى يعني في القلب. لا شكرا على الواجب وتحيه لجميع المشاهدين.